بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل اصحاح 10 من سفر نحمي. انتهينا في اصحاح 9 انه صلوا صلوة طويلة قوي ووعدوا ربنا يجددوا العهد ووضعوا ميثاق بينهم وبين ربنا على اعتبار عملوا السور ورجعوا لعزهم القديم وهيظبطوا حالهم الروحي. والميثاق ده هيختموه الكهنة واللويين والرؤساء كممثلين عن الشعب. فيقول في أول إصحاح 10 والذين ختموا هم نحمية الترشاسة وصدقية وسرايا وعزاريا، وابتدى يقول أسماء كتير قوي. ومن عدد 28 زي ما مكتوب عندكم وباقي الشعب والكهنة واللويين والبوابين والمغنيين وكل الذين انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله. شوف التعبير، الذين انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله، يعني اللي هيمشي ورا ربنا لازم ينفصل عن شعوب الدنيا. اللي هيمشي ورا كلام ربنا هيبقى مختلف عن الدنيا. مش ممكن تبقى مسيحي وتبقى زيك زي الدنيا أبدا، ما ينفعش. لازم تبقى مختلف ولازم تنفصل عن طباع الناس العادية وأخلاقهم وأفكارهم ومبادئهم ولبسهم وكلامهم، لازم يحصل نوع من الانفصال. إلى شريعة الله ونسائهم وبنيهم وبناتهم كل أصحاب المعرفة والفهم لفقوا بإخواتهم وعظمائهم ودخلوا في قسم وحلف أن يسيروا في شريعة الله التي أعطيت عن يد موسى عبد الله. يعني كلهم بستاتهم بعيالهم بكل اللي لزقوا في ربنا حطوا عهد أو ميثاق إن هم يمشوا وراء كلام ربنا اللي قاله وقت موسى، وأن يحفظوا ويعملوا جميع وسائل رب سيدنا وأحكامه وفرائضه. من أهم البنود اللي كانوا لخبطوها إيه؟ ألا نعطي بناتنا لشعوب الأرض ولا نأخذ بناتهم لبنينا. الوصية دي كان ربنا قالها وكررها كتير قوي، إنه أوعوا تختلطوا بالشعوب وأوعوا تتجوزوا من الشعوب غير المؤمن. وعشان كده لغاية النهاردة من أهم توصياتنا لأولادنا بلاش الخلطة الزيادة، بلاش ابنك يتعلق ببنت غير مسيحية ونندم، بلاش بنتك تذاكر مع ناس يعني مش مننا وبعد كده نندم. خلينا في حدود، الخلطة الزيادة خطر. فلا نعطي بناتنا لبنيهم ولا أولادنا لبناتهم. وشعوب الأرض الذين يأتون بالبضائع وكل طعام يوم السبت للبيع لا نأخذ منهم في سبت ولا في يوم مقدس. تاني التزام وعدوا بيه ايه؟ ان يوم السبت لا هنشتري ولا هنبيع. طبعا الوثنيين عاوزين يبيعوا ويشتروا، قالوا احنا مش هنشتري ولا نبيع، ولو جم لغايه عندنا مش هنبيع ونشتري منهم. وان نترك السنه السابعه، من ضمن التوصيات برضو في حاجه اسمها السنه السابعه. السنه السابعه يريحوا الارض من الزرع لانها تاخد فكره السبت بالظبط، بس السبت هنا السنوي، يعني كل سابع سنه يريحوا الارض وما يزرعوش وما يشتغلوش ويعيدوا السنه دي لربنا. ولا في يوم مقدس، ونترك السنه السابعه والمطالبه بكل دين. في السنه السابعه اذا كان في دين على واحد يسقط يقع ينتهي اجله. فطبعا كل الكلام ده ما كانش بيتنفذ، لكن لو جت عليه السنه السابعه المديون اللي ما قدرش يسدد خلاص ما يسددش. ودي كانت دايما اشاره الى عمل النعمه والرحمه والعهد الجديد والغفران. وأقمنا على أنفسنا فرائض أن نجعل على أنفسنا ثلث شاقل كل سنة لخدمة بيت إلهنا. كان في نظام زمان أن كل بيت يقدم ثلث شاقل سنويا، يعني فلوس زي عشور كده عشان خدمة بيت الرب. الحاجات دي كلها كانت وقفت، هيرجعوها تاني أن كل بيت يلتزم بحق بيت ربنا. لخبز الوجوه والتقدمة الدائمة والمحرقة الدائمة والثبوت والأهلة والمواسم والأقداس وذبائح الخطية للتكفير عن إسرائيل ولكل عمل بيت إله. وألقينا قرعا على قربان الحطب بين الكهنة واللويين والشعب لإدخاله إلى بيت إله حسب بيوت أبائنا في أوقات معينة سنة في سنة لأجل إحراقه على مذبح الرب إلهنا كما هو مكتوب في الشريعة. كل الكلام ده اللي يرجع له في سفر اللاويين يقراه، انه في نظام ان كل سبط يبقى مسؤول عن تقديم الحطب والتقدمات
شهر في السنة وتبقى دايرة على الأسباط ال 12، فعملوا قرعة عشان يبتدوا مين السبت اللي هيبتدي الخدمة أو يقدم التقدمات للاويين. والإدخال باكورات أرضنا وباكورات ثمر كل شجرة سنة في سنة إلى بيت الرب. برضو كان في طقس قديم حاجة اسمها طقس الباكورة، أول قطفة من أول حصاد دايما تروح للهيكل، كانوا يسموه عيد الحصاد، أول قطفة يشيلوها ويودوها الهيكل كشكر ربنا. وأن نأتي بأوائل عجيدة ورفائعنا وأثمار كل شجرة من الخمر والزيت إلى الكهنة إلى مخادع بيت إلهنا، وبعشر أرضنا إلى اللاويين، واللاويين هم الذين يعشرون في جميع مدن فلاحتنا. اللي يرجع لسفر يشوع يكتشف أن اللاويين اتوزعوا في كده في مناطق كتيرة عشان الشعوب تعشر لهم، يعني تديهم في ايديهم العشور وهم يقوموا بخدمة المذبح هيك. ويكون الكاهن ابن هارون مع اللاويين حين يعشر اللاويين، ويصعد اللاويين عشر الأعشار إلى بيت إلهنا إلى المخادع إلى بيت الخزينة، يعني الكهنة مشرفين على النظام ده عشان ياخدوا العشور من كل الأسباط. لأن بني إسرائيل وبني لاوي يأتون برفيعة القمح والخمر والزيت إلى المخادع، المخادع اللي هي المخازن يا جماعة، وهناك آنية القدس والكهنة الخادمون والبوابون والمغنون، ولا نترك بيت إلهنا. إصحاح 11 هحكوه لكم لأنه كله أسماء. سكن رؤساء الشعب في أورشليم، وألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكنة في أورشليم مدينة القدس والتسعة الأقسام في المدن. وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكنة في أورشليم. إيه اللي حاصل؟ أغلب اليهود كانوا عايشين بره أورشليم، أورشليم عاوزة تعمر، فكانوا عاوزين يزودوا عدد أورشليم، فقالوا كل سبط يجيب عشره ويجي يسكن في أورشليم. بعض الناس كانت حاسة أورشليم مهدومة ومحروقة وليهم أراضي بره وبتاع، مش عاوزين يسكن، فعملوا قرعة. في نفس الوقت في ناس اتبرعت وقالت احنا نسكن في أورشليم. فهيذكروا أسماء، الإصحاح كله عبارة عن أسماء الناس اللي من كل سبط اللي وقعت عليها القرعة أو رضيت بخطرها إنها تسكن في أورشليم وتعمر أورشليم. كونهم اتذكروا في الكتاب المقدس دي إشارة لفكرة مهمة بعيدة، إنه في ناس مش عاوزة تعيش في الكنيسة، في ناس رافضة تعيش في أورشليم، في ناس عاوزة تفضل بره أورشليم عشان ما تلتزمش، لأن اللي هيقعد في أورشليم هيلتزم بالنظام والطقس والالتزامات الروحية، ففي ناس عاوزة تبعد عن الكنيسة عشان تغلط براحتها. فكونهم ذكروا الأسماء بالاسم، كل عيلة هتسكن جوه أورشليم، بتفكرنا إن أسماءنا مكتوبة في سفر الحياة. تقول ما احنا ملتزمين بجو الكنيسة ومسكين في الكنيسة وعايشين مع ربنا، كأن ده إشارة إلى مكاننا الطبيعي في الآخر في أورشليم السماوية وأسماءنا مكتوبة في سفر الحياة. إصحاح 12، إصحاح 12 هيكلمنا عن تدشين سور أورشليم. السور اتعمل والدنيا اتنظمت والخدمة رجعت والأعياد ابتدت والحكاية بقت حلوة قوي، لكن في حاجة لسه ما اتعملتش، السور ده ما اتدشنش. فيبتدي الأول يقول إيه، هؤلاء هم الكهنة الذين صعدوا، وابتدى يحكي واللاويين بعدها، ونوصل لعدد 28 على 27 على طول، لأن كل اللي فات برضو أسماء من المسجلة عند أورشليم. وعند تدشين سور أورشليم طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم ليأتوا بهم إلى أورشليم. هيحصل بقى إيه، طقس جميل قوي ودقيق قوي. هيجمعوا كل اللاويين على السور، اللاويين دول اللي هم المرتلين والشمامسة وكده، وقصادهم الكهنة ونحامية في جنب وعذرة في جنب، ويلفوا السور كله داير مداير، ويفضلوا يسبحوا ويرتلوا ويردوا على بعض، يرابعوا بعض على مدى السور كله، واخدين بالكم، عشان يعني يفهمونا معنى السور ده عبارة عن سور صلاة أو سور تسبيح. فهيفضل هيحصروا هيقفوا على السور من كل ناحية ويفضلوا يسبحوا ويرابعوا بعض. فبيقول عند تدشين السور طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم، جمعوا كل اللاويين ليأتوا بهم إلى أورشليم لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالصنوج والرباب والعيدان. فاجتمعوا بنو المغنيين من الدائرة حول أورشليم ومن ضياع كذا ومن بيت كذا، لأن المغنيين بنوا لأنفسهم ضياعا حول أورشليم.
وتطهر الكهنة واللويين وطهروا الشعب والأبواب والسور. وأصعدت رؤساء يهوذا وأصعدت، زي نحمية بيقول، على السور وأقمت فرقتين عظيمتين من الحمادين. الحمادين يعني اللي بيرفعوا الحمد من المسبحين يعني. ووكبت الواحدة يمينا على السور نحو باب الدن، وسار وراءهم هشعيا ونصف رؤساء يهوذا وشوية أسماء تانية، ومن بني الكهنة فلان وفلان، نوصل لغاية عدد 36. يقول بآلات غناء داود رجل الله، يعني ابتدوا كمان يسترجعوا طريقة داود في الترنيم والتسبيح. كان في آلات كتيرة بيستخدمها داود في التسبيح. لما تقروا آخر مزمور لداود اللي بنسبح به، نقول سبحوه بدف، ببوق، برباب، بالقيصارة، كل دي أدوات كانت مستغلة في خدمة التسبيح. فرجع كل أدواته، كان بيقول عليها أدوات داود أو آلات داود. وعذر الكاتب أمامه، يبقى عذر هياخد جنب ونحمي هياخد جنب، وكلهم هيسبحوا مع بعض، وإن كان نحمي ما يعتبرش من الكهنة واللوين. وعند باب العين الذي مقابلهم صعدوا على الدرج، مدينة داود عند مصعد السور فوق بيت داود إلى باب الماء، أماكن عشان ما ندخلش في التفاصيل. والفرقة الثانية من الحمادين وكبت مقابلهم وأنا وراءها، ونصف الشعب على السور من عند البرج إلى السور العريض، ومن هنا لهنا. فوقف الفرقتان من الحمادين في بيت الله، وأنا ونصف الولاة معي والكهنة، وصلنا لغاية 43. يقول وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة وفرحوا، يعني قضوا يوم كامل يدشنوا الهيكل. التدشين عبارة عن يذبحوا ذبائح، لأن التدشين دايما في علامة الدم، لأن الدم إشارة للفداء، والفداء يقدس الإنسان. لغاية النهاردة خدوها بعض الناس ويذبحوا ذبيحة لما يعملوا بيت جديد، ولا طبعا الفكرة بطلب بالمسيح. المسيح له المجد، هو الفادي، ودمه معانا على المذبح ويشفينا ويقدسنا. الذبيحة الحيوانية ما بقتش طقس مسيحي. كل ناس عاوزة تعملها تبرع للناس الغلابة ماشي، لكن ما نقدرش نقول انها طقس مسيحي، ان الواحد لازم يذبح ويحط الدم كده على الابواب والحاجات دي، مش بتاعتنا الكلام ده. الكلام ده مش بتاعنا، لان احنا الدم خلاص عايشين بدم المسيح ولينا ايمان فيه وبنتناول جسد ودم ربنا، لكن ما عندناش قيمة للذبيحة الحيوانية، خلاص ما عادتش ليها قيمة دلوقتي. وذبحوا ذبائح عظيمة وفرحوا، لأن الله أفرحهم فرحا عظيما، وفرح الأولاد والنساء أيضا، وسمع فرح أورشليم عن بعد. الكلمة دي اتقالت عارفين امتى؟ اتقالت برضو يوم حد الزعف، ان صوت المسبحين اتسمع من بعد طويل قوي، اللي كانوا بيهتفوا ورا المسيح وصلنا في الأعالي. معنى كده الفرحة كانت شديدة جدا وصوتهم عالي قوي، لدرجة على بعد الأميال الصوت كان جايب واضح من كتر الفرح والسلام. وتوكل، يعني بتتعين وكلا في ذلك اليوم، أناس على المخادع للخزائن والرفايع والأوائل والأعشار اللي يجمعوا فيها من حقول المدن. تاخدوا بالكم حامي عمال ينظم كل حاجة، العبادة والمخازن ونظام الأزباط ونظام الصور ونظام التسبيح واللويين، كل حاجة يعمل لها سيستم وينظمها كويس ويحط لها رئيس، وهو مش عاوز يمسك حاجة، يفضل هو ايه عشان يتابع بس، عشان هو عارف انه ممكن يمشي في اي لحظة، هو هيتسحب تاني ويرجع شوشا ويرجع تاني ساقي الملك، فهو عارف انه وقته قليل، فعاوز كل حاجة تستقر من غيره. برضو ميزة الخادم الشاطر الدبت، لازم يعمل حساب انه هيمشي، ولازم دايما يفتكر كده ان الخدمة لازم تمشي من غيره ولازم تمشي بغيره، فبالتالي ما يبقاش ماسك كل حاجة في ايده، يوزع ويبقى فرحان ان الدنيا ماشية من غيره. حارسين، لان يهوذا فرح بالكهنة واللويين والواقفين حارسين حراسة الههم وحراسة التطهير، وكان المغنون والبوابون حسب وصية داود وسليمان ابنه، لأنه في أيام داود وأساف منذ القديم كان رؤوس مغنيين وغناء تسبيح وتحميد لله. يعني ابتدوا يرجعوا الجو بتاع زمان، مسبحين طول الليل وبوابين حرس ونظام الهيكل في عز وقت سليمان وقت داود، رجع تاني. داود ما كانش بهيكل، كان خيمة الاجتماع، سليمان كان عمل الهيكل،
لكن كان في نظام محكم جدا وكان في تسبيح مستمر في الهيكل، كل ده ابتدى يرجعه نحم. وكان كل اسرائيل في ايام زربابل وايام نحميه يؤدون انصبه المغنين والبوابين امر كل يوم في يومه، وكانوا يقدسون للاويين، وكان اللاويين يقدسون. هنا يقدسون يعني ايه؟ يعني يقدموا الذبيحه لايد اللاويين، واللاويين يقدموا الذبيحه للكهنه، والكهنه هم اللي يرفعوها. فهنا يقدسون يعني يقدمون ما هو مقدس، لكن المسؤولين عن التقديس الكهنه برضو. اخر اصحاح بقى في نحميا، لان في موقف جديد هنا. في ذلك اليوم قرئ في سفر موسى في اذان الشعب. خلي بالكم هما كل ما يقروا حاجه ينفذوها، برضو دي تدينا درس مهم. ليه؟ ساعات احنا نقرا 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 ونعملش حاجه، ونعرف كتير قوي ونعملش حاجه. الناس كان عندها من الحماس كل ما تعرف حاجه تعملها، كل ما تسمع درس تنفذه، كل وصيه جديده او فريضه جديده يروحوا يطبقوها. فكانوا مجتهدين فعلا، فكبروا بسرعه قوي في الروحيات، واتظبطت الدنيا بسرعه بسبب حماسهم الديني وطاعتهم لوصيه ربنا. قالوا ايه تاني؟ قرئ في سفر موسى في اذان الشعب ووجد مكتوبا فيه ان عمونيا ومؤابيا لا يدخل في جماعه الله الى الابد. مين دول؟ في شخصيتين يعني اسمين متعبين جدا في تاريخ الشعب اليهودي وفي تاريخ العهد القديم. لو افتكرتوا زمان لوط لما ساب ابونا ابراهيم وراح سدوم وعمورة، طلع منها في الاخر خسران كل حاجه، اتحرقت سدوم وعمورة، حتى مراته بقت عمود ملح. طلع هو وبنتين اتنين، البنتين دول اتربوا في جو كله اباحيه، سدوم وعمورة كله افكار شاذه وافكار جنسيه دنسه. فراحوا عملوا حاجة وحشة جدا بسبب الدروس اللي اتعلموها على يد الوثنيين. نيموا أبوهم بالخمرة، وكل واحدة منهم عرفت أبوها وجابت منه عيل. فواحدة جابت مؤاب، واحدة جابت عمون. واخدين بالكم؟ فأصبح بنو مؤاب وبنو عمون دول رمز للشر من بابه كده. لأن هما جايين غلط، وجايين بطريقة غلط، وجايين مبنيين على فكر وثني إباحي دنس. وكان دايما في عداوة بين اليهود وبين العمونيين والمؤابين. لما كانوا اليهود يسيبوا ربنا وينسوه، كانوا يختلطوا في الشعوب اللي حواليهم ويتجوزوا منهم، فياخدوا من بنات مؤاب ومن بنات عمون ويختلطوا ببعض خلطة غير روحية. فكان ربنا منبه على موسى من بدري قوي انه طبعا هنا هتقولوا موسى طبعا بعد لوط، عشان تبقوا انتوا فاكرين يعني الكلام ده كان في موسى كانوا بقوا شعب، لان لوط ده وقت ابراهيم قبل موسى ب 400 سنه. فساعتها مؤاب وعمون دول ما كانوش عايشين، ده كان عندهم شعب ولادهم يعني. فقالوا ما يدخلش منهم حد ابدا في جماعه ربنا، لأنهم لم يلاقوا بنو إسرائيل بالخبز والماء. اللي حصل بقى وموسى معدي بالشعب في سينا، ولاد عمون وولاد مؤاب كانوا بيعطلوهم وبيعندوهم، مش بس يعني الفكرة القديمة، هم كمان كانوا ضد شعب الله أثناء مروره في سينا. بل استأجروا عليهم بالعام. قصة بالعام لو تفتكروها، كان ملك مؤاب هو اللي راح قال بالعام إلعن الشعب ده عشان عاوز أغلبه. فقام بالعام قال له لا ما بعرفش ألعن، وفي الاخر قال له عاوز تضيعهم من ربنا، دخل وصيهم الفساد والاباحيه وبنات وثنيات يخلوهم يقعوا في الزمن ربنا يغضب عليهم. فكانت مشوره بالعام مشوره سيئه جدا تدل على الاباحيه والفساد برضه. فبيقول هم اللي استاجروا عليهم بالعام لكي يلعنهم، وحول الهنا اللعنه الى بركه، لان بالعام جه يلعن بارك في الاول، لانه قال له انا مش هقدر اقول غير اللي ربنا بيقوله. ولما سمعوا الشريعه فرزوا كل اللي فيه في اسرائيل. طبعا فعلا لما سمعوا الوصيه دي راحوا كل الناس الغرب دول طلعوهم من الشعب وطردوهم. اللفيف يعني اللي هم زي ما تقولوا الحساله او العينات دي كلها طلعوها يعني. لكن كان في مصيبه ثانيه. وقبل هذا كان الياشيب الكاهن المقام على مخدع بيت الهنا قرابة طوبيا قد هيأ له مخدعا عظيما، حيث كانوا سابقا يضعون التقدمات
والبخور والآنية وعصر القمح والخمر والزيت فريضة اللاويين والمغنين والبوابين ورفيعة الكهنة. وفي كل هذا لم أكن في أورشليم. حصل بقى إيه؟ نحمية غاب شوية ليه؟ هيقول أهو، لأني في السنة 32 لأرتحشست ملك بابل دخلت إلى الملك. يبقى رجع في سنة 32 بقى بعد 12 سنة، كان رجع للملك، وبعد أيام استأذنت من الملك وأتيت إلى أورشليم. يعني هو راح لغاية الملك، قعد كم يوم بس هناك وقال له رجع تاني من فضلك. قلبه برضه في أورشليم، عاوز يخدم في أورشليم. فالفترة اللي غابها دي شهر ولا كم شهر دول، أو يمكن أقل أو أكتر، لما رجع لأورشليم لقى حاجة وحشة أوي. لقى الياشيب ده كاهن قديم ذمته واسعة أوي، كان مدي قرابة لطوبيا الجدع العموني ده، كان صهره، كان في نوع من الجواز بين ولادهم. فلما غاب نحمية، طوبيا راح خد جوه المخازن بتاعة الهيكل مخدع أو مخزن يحط فيه حاجته. واخدين بالكم؟ جوه الأماكن المقدسة. لأن الياشيب يعني مفيش مانع، اللي يدفع ياخد، وبعدين في معرفة وفي قرابة وكده. فبيقول حيث كانوا سابقا يضعون التقدمات، يعني ده مخزن أساسا للهيكل المفروض يتحط فيه التقدمات والبخور والأواني. فهنا بس اتباع لواحد يعني بعيد خالص عن ربنا والكنيسة. فأتيت إلى أورشليم وفهمت الشر الذي عمله الياشيب، يعني عرف حكاية إنه الياشيب عمل عملة سود لأجل طوبيا، بعمله له مخدعا في ديار بيت إلهام. طبعا من أسوأ الأمور إن واحد يتاجر في أمور الدين لحساب الأغنية أو لحساب الناس اللي ملهاش علاقة بربنا. دي بتخلي الأمور المقدسة ترخص في عينين الشعب كله. إذا كان طوبيا العموني هيدخل الهيكل ويطلع وبقاله مخزن، خلاص محدش هيحترم الهيكل ولا شغل الهيكل، هتبوظ الدنيا. فلما رجع نحمية وعرف الموقف ده اتضايق جدا. وساءني الأمر جدا، وطرحت جميع آنية بيت طوبيا خارج المخدع، ما بيهموش حد. أم طلع كل التخزين اللي جابه طوبيا ده ورماه بر، زي ما المسيح فاكرين نظف الهيكل وما كانش يعني يهمه حد. كان محامي عمل كده قبل كده، لما لقى ان الكلام ده غلط ومش في مكانه طرده كله بر الهيكل. وأمرت فطهروا المخادع ورددت إليها آنية بيت الله مع التقدمة والبخور. رجعوا تاني مخزن تبع بيت ربنا في حاجة ربنا. وعلمت أن أنصبة اللاويين لم تعط في الفترة اللي غابها. شوفوا مجرد غاب فترة كل الفرام طلعت، الصغيرين دول اللي خايفين منه عاوزين يبقى لهم منظر طلعوا يلخبطوا تاني. فيعيني في الشهرين اللي غابهم دول نصيب اللاويين اللي كان بيجي من كل الأصباط، الأصباط طنشوا عليه. ليه؟ لأن مفيش محامية. شوفوا بقى هنا القائد القوي اللي وجوده لوحده بيخلي الناس كلها تلتزم. مجرد غاب شهرين ثلاثة الناس كلها ابتدت تفاصل في الحق. بل هرب اللاويون والمغنون عاملوا العمل. طبعا اللاويين يعني مش هيقدروا ياكلوا ولا هيلاقوا ياكلوا، فسابوا بقى وراحوا اشتغلوا في الفلاحة بقى. هيعملوا ايه طيب؟ ما هو الخدمة مش هتأكلهم. فكل اللي بناه هي وقع، كل اللي عمله في السنين اللي فاتت هينهار لو مفيش متابعة. والمغنون عاملوا العمل كل واحد الى حقله. فخاصمت الولاة، امسك بقى الولاة اللي كان سايبهم وبهدلهم بقى، لان قال لهم انتوا مسؤولين عن اللي بيحصل ده، انا موظف السيستم قبل ما امشي، ليه فوتوا؟ ليه تهاونتم؟ وقلت لماذا ترك بيت الله؟ ليه سبتوا بيت ربنا بعد ما وضبنا كل حاجة؟ فجمعتهم واوقفتهم في اماكنهم، واتى كل يهوذا بعصر القمح، ابتدى بالسبط بتاعه عشان ما حدش يقول له ايه انت اصلك يعني بتميز سبط عن سبط. فابتدى بسبط يهوذا، طلع العشور كلها للاويين على طول، عشر القمح والخمر والزيت الى المخازن، واقمت خزنة على الخزائن، خزان يعني، شلمية الكاهن وصادوق الكاتب وفدايا من اللاويين، وبجانبهم فلان وفلان لانهم حسبوا امناء وكان عليهم ان يقسموا على اخواتهم. يبقى جاب واحد مخزنجي كويس
وعين الناس اللي هتوزع الكلام ده على اللاويين بالتساوي. اذكرني يا إلهي من أجل هذا، فاكرينها؟ افتكرني يا رب عشان الحكاية دي. ولا تمحو حسناتي، واضح بقى ان اللغة هنا من شخص متواضع بيقول له انا اللي بعمله ممكن يتمسح يا رب، لكن انت لا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت الهي ونحو شعائر. معنى كده كل اللي بيقدم خدمة لبيت ربنا مهما كانت صغيرة مرصودة عند ربنا. كل اللي بيشيل كرسي عشان خاطر بيت ربنا له قيمة عند ربنا، وشغل بيت ربنا فيه كتير من النظام والنظافة كل ده مهم، لأن بحاجة في الجزء ده كان بينظم وبيوضب، لكن كل ده كان مهم عند ربنا. وفي تلك الأيام، دي آخر إصلاحات بيعملها نحمية بقى، رأيت في يهوذا قوما يدوسون معاصر في السبت. يعني إيه يدوسون معاصر؟ كانوا زمان يعصروا إزاي؟ كانش في معاصر إلكتريك يعني. كانت المعاصر ساعات يوقفوا العمال وبرجليهم كده سوري يعني، يقعدوا يدوسوا على العنب والكرم ويفعصوه عشان يطلع اللي جوه الميه اللي فيه. فكانوا يدوسون بالمعاصر في السبت، وياتون ومش بس كده بحزم، ويحملون حميرا، يعني بيعملوا شغلهم عادي، بيعصروا ويحملوا الحمير ويجمعوا الحزم، شغل الفلاحه بقى العادي. وأيضا يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل، فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام. يعني إيه؟ قفشهم وهم بيبيعوا، قال لهم في يوم السبت، وإيه؟ واجههم وهم بيبيعوا في يوم السبت. والسوريون، طبعا السوريون دول ناس مش يهود، فما يصدقوا يستنفعوا في يوم السبت. الساكنون بها كانوا يأتون بسمك وكل بضاعة ويبيعون في السبت لبني يهوذا وفي أورشليم. فخاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم: ما هذا الأمر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السبت؟ ألم يفعل آباءكم هذا فجلب إلهنا علينا كل هذا الشر وعلى هذه المدينة، وأنتم تزيدون غضبا على إسرائيل إذ تدنسون السبت؟ قال لهم: مش ربنا سبقوا غضب لما كسرنا السبت؟ انتوا ليه بتكسروا السبت؟ مرة واحد فلسطيني كان قال لي كلمة، مسلم يعني، فقال لي بس زمان قبل ما اكون كاهن، يعني ما اعرفش مدى يعني تعجبك ولا لا، بس هي ما بنساهاش ابدا. فكان بيقول لي: يا فلان، هيفضلوا اليهود احسن من المسيحيين ومن المسلمين، لان اليهودي ما يكسرش السبت، المسلم بيكسر الجمعة والقبطي بيكسر الحد. هو في ذهنه كده قال له هيفضلوا اشطر مننا، لان هم عندهم السبت ده محدش يدوس عليه ابدا. انتوا اقباط ما بتحترموش الحد، واحنا ما بنحترمش الجمعه. ده كان تفكيره يعني، واخدين بالكم؟ فدايما افتكر الكلمه دي، لان الحقيقه عقيده الحد عقيده، يعني تقديس يوم الحد يوم الرب دي عقيده. ان كنا بنقول مش لازم الحرف، لكن كمان العقيده او الوصيه مهم، ان يوم الحد يبقى بتاع ربنا، دي وصية ربنا. فإذا كان اليهودي بيحترم السبت بالحرف، خلينا احنا نقدس الحد، مش لازم بالحرف بس يبقى مقدس، يبقى يوم الرب، يوم القداس والتناول والخدمة والقراية وكل حاجة روحية، لكن مش يوم اليوم المفتوح يعني. فهنا زعل قوي ان هم داسوا على السبت. وكان لما أظلمت أبواب أورشليم قبل السبت، شوفوا بقى، جه في الجمعة اللي قبلها عمل الآتي: أول ما دخلت طلع للحراس قال لهم: تقفلوا الأبواب 24 ساعة الباب ده ما يتفتحش. وعدى على كل البوابين والحراس قال لهم: محدش هيفتح الباب لمدة 24 ساعة، أورشليم مقفولة لحد هيدخل ولا هيطلع، ومحدش هيبيع ويشتري، منتهى الحزم والجرأة. فجه قبل السبت على طول: اني امرت بان تغلق الابواب، وقلت الا يفتحوها الى ما بعد السبت، واقمت من غلماني على الابواب حتى لا يدخل حمل في يوم السبت، ما تدخلش اي حاجه يوم السبت. فبات التجار وبائعوا كل بضاعه خارج اورشليم مره واثنين. طبعا اللي بيجوا يوم السبت يبيعوا من بره دول فضلوا ملطوعين لغايه ما فتحوا لهم يوم الحد. مرة واثنين، اسبوع والتاني هو ماشي كلامه.
فأشهدت عليهم وقلت لهم. طلع لهم بقى في ثالث أسبوع قال لهم لماذا أنتم بقيتون بجانب السور؟ إحكيكم إيه اللي مخليكم تباتوا جنب السور؟ إن عدتم فإني ألقي يدي عليكم. يعني إيه لو رجعتوا تاني هنمسككم المرة الجاية بقى، يعني ورهم العين الحمر شوية عشان يخاف. ومن ذلك الوقت لم يأتوا في السبت، وقلت للاويين أن يتطهروا ويأتوا ويحرسوا الأبواب لأجل تقديس يوم السبت. وصى اللاويين قال لهم دي مسؤوليتكم من بعد، ما فيش حاجة تطاع السبت واللي تدخل السبت قبل السبت، يوم مقدس ما فيهوش تجارة. وبهذا أيضا اذكرني يا إلهي، كل ما أعمل حاجة أقول له يا رب افتكرني يا رب أنا رجعت السبت أهو ورجعت الناس تحترم السبت فافتكرني. وتراءف علي حسب كثرة رحمتك، واضح أنه اذكرني دي من قلب متواضع بيقول له يا رب افتكرني وارحمني حسب كثرة رحمتك. آخر بقى تصليح عمله كانت حاجة مهمة قوي. في تلك الأيام أيضا رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء أشدوديات وعمونيات ومؤابيات، ساكنوا يعني اتجوزوا، لقى بعض اليهود خدوا ستات فلسطين أشدوديات، أشدودي تبع فلسطين، وعمونيات من عمون ومؤابيات من مؤاب، فلقى كتير من اليهود راحوا اتجوزوا ايه من نساء الأمم وعاشوا معاهم، ونصف كلام بنيهم اللي يوجع اكتر ويغيظ ان عيالهم بيتكلموا لسانهم معوج ما بيعرفوش عبري، نصف كلام بنيهم باللسان الاشدودي. ده لو كان جالنا حنحمي اليومين دول كان يا عيني جاله ضغط وسكر وحالته حال، لان احنا ما بنعرفش قبطي خالص دلوقتي، يعني كان زعل قوي. ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي، زعل جدا بأعيالهم لدرجة ما يبقوش عارفين لغة اليهود ويتكلموا أشدودي يعني تبع الفلسطيني، بل بلسان شعب وشعب يعني من لندا للندا، فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم أناسا فوتوها لي ونتفت شعورهم. هو هنا مقصود بيها ايه؟ قد كده كان شديد قوي في الخطية دي، لأنه ده تنازل خطير ان الناس تعاشر أهل العالم ويختلطوا ببعض وياخدوا لغتهم وياخدوا أخلاقهم وياخدوا طباعهم، خلاص راحت الهوية، راحت الديانة كلها، راح العهد اللي مع ربنا. واستحلفتهم بالله قائلا لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم، أليس من أجل هؤلاء أخطأ سليمان ملك إسرائيل ولم يكن في الأمم الكثيرة ملك مثله؟ قال لهم ده دي بالذات غلطة احنا يعني شفناها قبل كده في سليمان، سليمان اللي ما جاش زيه أبدا غلط الغلطة دي في آخر حياته، وأخذ لنفسه نساء وثنيات أزغنا قلبه عن عبادة الله. سليمان اللي كتب الأسفار الحكمية وكان ممتلئ حكمة وقال اسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة إن كان شر أو خير، الرجل اللي كله حكمة وكله روحانية ضاع بسبب الخطية دي. طبعا ربنا توبه في الآخر ورجعه، لكن يعني كانوا هيضيعوه خالص ويهلكوه، فازاي تعملوا كده؟ وكان محبوبا إلى إلهه فجعله الله ملكا على كل إسرائيل. هو أيضا جعلته النساء الأجنبيات يخطئ، فهل نسكت لكم أن تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانة ضد إلهنا بمساكنة نساء أجنبيات؟ وكان واحد من بني المصيبة الأكبر أن من ولاد اليشيب الكاهن المنحل ده، واحد من ولاد ولاده من بني يهوداع ابن اليشيب الكاهن العظيم صهرا لصنبلة الحروني، يعني ايه واخد من الجماعة الامميين دول، فطردته من عندي. مفيش مجاملة هنا في الحق بقى، جده كاهن مش مهم، هو كده كده غلط يبقى غلط، فطردوا من قصاده. واذكرهم يا الهي لانهم نجسوا الكهنوت وعهد الكهنوت واللويين، اساءوا طبعا للكهنوت بالطريقة دي. فطهرتهم من كل غريب وأقمت حراسات الكهنة واللويين كل واحد على عمله، ولأجل قربان الحطب في أزمنة معينة وللباكورات فاذكرني يا إلهي بالخير. أختم بحاجة صغيرة بس. نحميا كان شخص عادي برضو، ما كانش مسؤول
بمعنى كاهن او رئيس كهنة. لكن بحمية كان بيحب ربنا وبيحب الكنيسة جدا، وبسبب حب ربنا وحب الكنيسة عمل انجازات ما عملوهاش كهنة ولا رؤساء كهنة. لو الواحد فيكم عنده قلب نحمية، كنيسة محتاجاه عشان ينظف حاجات كتير ويصلح حاجات كتير وينادي بحاجات صح ويرجع كل حاجة صح، والكنيسة ترجع قوية وترجع مصورة لها أسوار، وكل كلمة في الكتاب نحافظ عليها مهما كلفتنا. روح نحمية السخط، الحارب الروح، رجل الصلاة، الأمين، المجاهد، المثابر اللي كان ما بيفكرش في مصلحته أبدا، هي دي اللي احنا محتاجينها عشان نرجع كنيستنا كنيسة جميلة لا عيب فيها ولا غضن، لإلهنا كل مجد وكرامة.